مرحب بيكم، كل سنة طيبين كويسين. تعليق صغير كده، إذا أردت أن ترى نتائج حواليك، الكتاب المقدس قال لك تعمل إيه؟ بتدخل مخدعك. إذا أردت أن ترى الرب يجازيك علانية، إذا أردت أن ترى تغييرات في ظروفك وفي الأجواء المحيطة بيك، الإجابة بسيطة جدا، أدخل إلى مخدعك. خش الحتة بتاعت الروح، خش الحتة اللي فيها أنت وهو بس، خش للخفاء. إذا أردت أن ترى علانية، خش في الحتة اللي محدش شايفها. كلكم عارفين الآية طبعا في الموعظة على الجبل، متى صليت ادخل إلى مخدعك، اغلق بابك، صلي إلى أبوك في الخفاء. أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك. فين؟ برغم بساطتها بس وحفظنا ليها، لكن في بعض الحال ما بندركش قوتها. قوتها جايه من اخر وعد فيها، ابوك هيجازيك فين؟ علانية، يعني في العيان، في الظاهر، في الملموس، في الاجواء، في الظروف، في الناس. بس عشان يجازيك علانية، في قصه بتخشها، في حته بتخشها، في حركه في روحك بتتحرك فيها، مش بتتفرج أو بتسرح أو بتلف في هم أفكارك وتسميها صلاة، لكن بتسكب أحشائك زي ما حنا عملت. أنا بسكب نفسي قدام الرب، وفي حتة أنت وهو، أدخل إلى الحتة دي، الحتة دي في الروح، الحتة دي أنت وهو، الحتة دي مفيش حاجة حواليك تاني. عشان كده يسميها مخدع، مش شرط أوضة النوم، بس هو مخدع الروح، هو الحته اللي فيها روحك وجها لوجه. كلنا فاكرين ايات ان موسى كان بيكلم الرب وجها لوجه. في سفر التثنيه في تعبير لذيذ، انا يعني انا بحكي معاكم مقدمه كده النهارده، مشاركه عامه. في سفر التثنيه في ايه جميله في اخر اصحاح، الرب بيشهد عن موسى. تثنية 34:10، لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى. الجزء اللي جاي جميل قوي، الذي عرفه الرب وجها لوجه. تفتكروا إيه اللي عجبني؟ مش إن موسى عرف الرب وجها لوجه، ربنا عرف موسى وجها لوجه. انتوا كويسين؟ واخدين بالكم؟ لم يقم بعد نبي في اسرائيل مثل موسى، عرفه الرب. مش عارف الرب بس، في ايات كتيره يقول لك ان موسى وقف امام الرب كما يكلم الرجل صاحبه، كان يكلم الرب، كان يكلم موسى الرب، كان وجها لوجه امام الرب. بس الايه دي قلب الوحي الكتابي، قلب وقالك ده ربنا عرف موسى وجها لوجه. هو ده الخفاء، هو ده المخدع، هو ده الحتة اللي فيها روحك بيعرف في السماويات. أرواح الشر قالت موسى عارفينه، يسوع عارفينه، أنتوا ولاد سكاوى، مين أنتوا؟ ربنا مش عارفكم. حلو قوي إن السماء تشهد إن ربنا عارفك وجها لوجه، وبيعرفك من خلال المقابلات، من خلال القعدات، من خلال الحتة اللي فيها أنت وهو وليس آخر. أنت هو وهمومك؟ لا. أنت هو ومشاكلك؟ لا. أنت وهو، همومك وأمورك وظروفك كلها بيتعامل معاها. بس أدخل إلى مخدعك، وقف قدام أبوك في الحتة اللي ما فيهاش دوشة، ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حد، ما فيهاش أمر آخر. وأبوك الذي يرى اللي بيحصل ما بينك وما بينه، بيجازيك في العيان، بيجازيك في الواقع وفي الظروف،
ما أغلى الجزء الأخير، والجزء الأخير مربوط بالجزء الأولاني اللي هو مهم، اللي في بعض أحيان ما بنعملوش، بعض أحيان ما بندركوش، بنتلهي في الدوشة. برغم أن الرب عارض أنك بكل بساطة في عربيتك، في الشارع، في وسط الناس، ممكن تقوم داخل في الحتة اللي محدش يقدر يقرب منها، أنت وهو، أنت قلبك وهو، والحتة دي كل حاجة بتحصل فيها لها نتائج علنية. معرفش مستوعبين ولا لا، تحب ترى نتائج علنية في حياتك، تحب تشكل مصير أو تحدد تاريخ أو تتفق مع الرب اتفاقيات في الخفاء، تحدد اللي هيحصل في الأزمنة اللي جاية، تحب ده، تحب علنية تحصل حاجات لأن قلبك وقلبك قعد معاه في الخفاء وما دخلش عكعكة أفكار وكلام و و و و و ما دخلش عكعكة، مش هقول تفاصيل أكتر يعني عكعكة، عكعكة شفقة عن النفس وشوارع فولكلورية في أفكارنا، لكن وقف قدام إلهنا خالق المسكونة وعمل كونتراتوز، عمل اتفاقيات، عمل حديث ما بينه وأبوك ده خالق المسكونة اللي هو في نفس الوقت أبوك، بيرى اللي بيحصل ما بينك وما بينه، بيعرفك وجها لوجه، ولما بيعرفك وجها لوجه بتتحدد الأيام اللي جاية علانية، علانية في خفاء وفي علانية، في اللي لا يرى أحد وفي اللي بيظهر قدام كل أحد، ومفتاح اللي بيظهر في حياتك هو اللي بيحصل في اللي محدش شايفه ما بينك وما بينه. تحب يظهر إيه؟ زود اللي ما اللي مش ظاهر ما بينك وما بينه. تحب تزود اللي حاصل في حياتك وتغيره وتشكله وتحدده ويبقى متحرك كله في القصد وكل أمورك تقول تقدم الملكوت، تحب ده يحصل، زود اللي حاصل ما بينك وما بينه في الخفاء، اللي ما بتدخلش فيه حد ولا حاجة، اللي بتسرق فيه هذا الوقت، لو جاز تعبير بتسرق، اللي بتسرق فيه هذا الوقت من الدوشة ومن المسؤوليات ومن الكلام ومن الناس عشان تخش وتلحم وتعشق فيه كل حاجة في حياتك مع الذي معه أمرك. غريبة ان احنا بننسى، غريبة ان احنا برغم المعروض لينا من معجزة التواجد وان الرب يعرفك وجها لوجه ويقوم محدد. تعالوا نرجع مرة تاني لسفر التثنية، الآية اللي احنا قريناها تثنية 34 مش موضوعنا، بس الآية جميلة. لم يقم نبي، عدد 10، لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى عرفه الرب وجها لوجه. خلي بالك بقى، علانية في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون وجميع عبيده وكل أرضه، وفي كل اليد الشديدة والمخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل. شايف العلانية؟ العلانية يجنن، جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها، وإيه قدام فرعون اللي هو أقوى قوة في الزمن ده، وفي اليد الشديدة والمخاوف العظيمة التي صنعها موسى، كل ده علانية. بس جاية من فين؟ جاية من الحتة التي فيها عرفه الرب وجها لوجه. فاكرين لما جم في متى 7، هو يسوع اللي قال مجوش ولا حاجة، متى 7 قال ناس كتير هتيجي سقلون لي في ذلك اليوم أليس باسمك تنبأنا، فاكرين عارفين آية دي، باسمك أخرجنا شياطين، قال لهم ما عرفكمش وشفتكمش، ما عرف ما شفتكمش في الخفاء، ما شفتكمش يعني في أنية ومنظهر من البرة بس ما فيش حتة في الخفاء فما عرفكمش. تقدر تقارن أني لم أعرفكم قط في متى 7 ما عرفه الرب في تثنية 34، عرفه الرب وجها لوجه. ده الخفاء اللي بيؤدي إلى العلانية. كأني عايز أوقف وأتفضلوا نصلي، كم واحد هنا عايز يرى أمور علانية بتتشكل في حياته؟ إذن إحنا الإجابة جاهزة، الإجابة موجودة، الإجابة سهلة، الإجابة بس في بعض حين ما بنعملهاش، مش عارف ليه، إن بنخش للحتة. ما ينفعش حد يخش من أجلك، ربنا حيعرف اللي دخل من أجلك بس مش هيعرفك أنت، وده طعم بايخ قوي.
مش كده ولا ايه؟ الذي عرفه الرب وجها لوجه. ودي شهادة انت محتاجها ان يتقال، اللي ربنا عرفني وجها لوجه في الخفاء. ربنا عرفك وجها لوجه في الخفاء. لما بيعرفك وجها لوجه علانية ده بيحصل، علانية ده بيتغير. ربنا دعانا انه ملحوظة صغيرة ذكركم، فاكرين من اول مايو في ايه؟ احنا في مايو مش كده؟ من اول مايو لازم نقف من اجل حاجتين، فاكرين؟ شاطرين جدا. احنا النهارده 9 مايو، عارفين في كام حريقه حصلت في مصر في 9 ايام اللي فاتوا؟ تتخضوا، انا عديتهم، 31 حريقه في 9 ايام. 31 حريقه، ارجعوا عدوهم. او يعني افتحوا اي حاجه من الحاجات اللي بتحدث عن حرائق في هذا الزمن. 31 حريقه في 9 ايام. دول مجرد علشان نستيقظ للي هو قاله، مدعوين نوقف حرائق. دول ولا حاجة، مدعوين نوقف حرائق، مش انها تحصل ونقول شفتوا كان كلمة مظبوطة. لا، مش هو ده اللي احنا عايزين نوصله، ان الكلمة كانت مظبوطة. عايزين نوصل ان حنوقف اللي هو قال لنا لازم نوقفه. هتفهم حاجة؟ وبالتالي شعب الرب، تعبير الكتابي، يعني هقول حبة آيات مشهورة النهاردة ونصلي، تعبير مصلين كل حين. دي مش منظرها آية تقليدية يعني، لكن هي مش تقليدية، هو أمر كتابي. مصلين كل حين، ده مصلين كل حين في الروح، ينبغي يعني أن يصلى كل حين ولا يمل. عارفين الآيات دي؟ ده في أمثال الرب يسوع لما على الأرملة في لوقا 18، ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. في حاجة، في امتياز، أنت مدعو أنك تقف في حتة من أجل تأثيرات في العلانية، توقف وتخلق وتصنع أمور في السماء. أي امتياز أنك تصلي، اي امتياز انك تقف في الاوضه وتقوم رافع ايدك للرب كده، وعارف انت واقف قدام مين، وعارف ان في علانيه كانت هائج اللي انت بتعمله. ذكر نفسك بالايه بتاعت متى، بتاعت الموعظه على الجبل، انا باصلي في الخفاء وسيجازيني علانيه. وابتدي اقف، ابتدي صلي، وابتدي اتكلم. فواضح أنت تحتاج تذكر نفسك بنتائج اللي أنت بتعمله، عشان لما تعمله بإيمان، وتعمله بتوقع للنتيجة، تعمله أنت الروح بتاعك شغال، أنهارك شغالة. مش في بعض الأحيان بشعر في ناس واقفة تصلي أو بتحضر اجتماع مش بتتفرج، هي منسحبة داخليا. ما ينفعش تحضر اجتماع وأنت منسحب لورا، أنت بتيجي عشان تقدم مش عشان تنسحب، بتيجي عشان تحرك أنهارك للرب. فاكرين يوحنا 14، من آمن بي، سوري يوحنا 7، من آمن بي إيه؟ تجري من بطنه، يعني حاجة متحركة منه البر. وكتير بنقولها تجري من بطنه، ده يعني الملكوت اللي بيخرج ويصنع جنات حواليه، وده حقيقي. بس أنت بتجري من بطنك أنهار عبادة كمان للرب. فمش بتيجي تحضر قدام الرب ايا كان الاجتماع، او حتى في اوضتك. انا بتكلم على الخفاء اكتر من الاجتماعات دلوقتي، انه لازم بتجري من بطنك انهار من العباده ومن التسبيح ومن من 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 الحب ومن مرفوعه للرب. انهار مش نهر واحد، يعني بتطلع حب وبتطلع حق وبتطلع كلمه وبتطلع ترنيمه وبتطلع سجود، بتطلع انهار متنوعه خارجه من قلبك ومشاعرك وافكارك وقدرتك. فاكرين الوصيه الاولى؟ فاكرين الوصيه الاولى؟ اخبارها ايه؟ تحب رب الهك من كل قلبك، ده نهر. من كل فكرك، ده نهر. من كل قدرتك، ده نهر. بتطلع كل حاجه، بتطلع كل انهارك. حب رب الهك من كل نفسك، فكرك، قدرتك، قلبك. وبعد كده بتطلع نهر لتحت وقريبك كنفسك. وبالتالي لما بنفتح قنواتنا وانهارنا للرب، في حاجه بتحصل علانيه، بتحصل. احنا مدعوين نوقف حاجات
31 حاجه دول ولا حاجه. 31 حريه دول ولا حاجه، ده مجرد عربون عشان استيقظوا صحصحوا، يعني عشان نصحصح. ليه؟ لانه عايزنا نوقف حاجات مش بتعدي بسهوله. 31 دول عدوا بسهوله، عايزنا نوقف حاجات مش بتعدي بسهوله. وبالتالي في ادراك، وانا مش بتكلم بس على الحرائق والحروب، انا بتكلم على كل حاجه في حياتك انت محتاج انك تشكلها علانيه، تحصل علانيه في العيان، في الظاهر، في ظروفك، في مستقبلك، في تاريخك، في عيالك، في كل حاجه. انت مدعو انك تصنع امور او تصنع علانيه في حياتك امور مربوطه بالخفاء وبالحته الشخصيه اللي ما بينك وبين الرب. رساله كورنثوس الثانية إصحاح 10، عدد 3، إن كنا نسلك في الجسد، إن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله. حقف هنا، ما عرفش هنكمل ولا لا، بس حقف هنا. أسلحة محاربتنا قادرة بالله لأنها مش جسدية. محاربتنا كلمة غريبة جدا في اليونانية، مش بتعني حرب خالص في الأصل. محاربتنا في الأصل اليوناني استراتيجياتنا، مش حرب خالص. إذ أسلحة استراتيجيتنا مش جسدية، برغم إن إحنا في الجسد لكن مش بحسب الجسد استراتيجية حياتنا محاربتنا. كلمتين هنا حتى لو فتحت اليونانية تجد، لأنها الكلمة الإنجليزي استراتيجي جاية من اليوناني استراتيجية، هتلاقي استراتيجية أسلحة استراتيجيتنا حتى باليوناني. إن كنا نسلك في الجسد مش بحسب الجسد استراتيجيتنا. أتاري في استراتيجية لحياتك، أتاري في استراتيجية للرب في حياتك. أتاري ربنا مش عشوائي، مش ما كانش بيلطش وهو بيخلقنا. ربنا مش عشوائي، إحنا العشوائيين، إحنا اللي لما نخش الأوضة نلخبطها. حد بيلخبط اوضته؟ احنا بنخش الاوضه بنلخبطها، بس ربنا مش بيعمل كده. ربنا استراتيجي جدا، وربنا عنده استراتيجيه لحياتك، عنده استراتيجيه لمستقبلك، عنده حاجه عايزها تحصل علانيه. والحاجه دي مش عشوائيه، مش منكعبشها، لكن الحاجه دي مترتبه باستراتيجيه الهيه في الملكوت. كل كعبشة بتتغير لأن إلهك استراتيجي جدا وعنده استراتيجية لحياتك وعايزها تظهر علانية، عايزها تكون متستف مترتب بشكل. لو كنت موجود الأربع اللي فات كنت تدرك إن إحنا بنحكي عن إن في إحنا في مرحلة مختلفة لشكل مختلف لأزمنة مختلفة في حياة كل واحد واحدة فينا. ده الأربع اللي فات لو تحب تسمعه. فببساطة في شكل، في استراتيجية، في مش عشوائية، مش كعبشة، مش أوضة متلخبطة، لكن أسلحة محاربتنا ليست أسلحة استراتيجيتنا مش جسدية بل قادرة بالله على هدم، بقى هدم كل حاجة متكعبشة من أجل إعلان يسوع المسيح. بس خليني أرجع مرة تانية، إن كنا نسلك في الجسد مش بحسب الجسد استراتيجيتنا. ليه؟ لأن في حاجة اسمها أسلحة بتحارب بيها، أسلحة استراتيجية بتحارب بيها، هي روحية مش جسدية. ولما بتقف قدام الرب أنت مش واقف بتحاول تصلي، أنت مش واقف بتلطش. بولس قال مش بنضارب الهوى، مش بنضارب الهوى، مش بنلطش.
ده انت واقف في مكان استراتيجي من اجل اللي بيحصل ما بين قلبك والرب في الخفاء، يجازيك فيه الرب علانية باستراتيجيته في حياتك. أسلحة استراتيجيتنا هو اللي قالها، مش اللي بقول، مش أنا مش بألف ومش بتأمل. وارجع بص على كلمة محارباتنا هتلاقيها استراتيجيتنا، وتكتشف أن رب يصنع استراتيجية في حياتك علانية، بس ده في أسلحة استراتيجية من أجل تحقيق ده، ليست جسدية بل قادرة بالله لأنها روحية، قادرة بالله على هدم. ببساطة لما بتوقف تصلي، لما بتوقف قدام الرب، لما بتخش في الخفاء والآب بيعرفك وجها لوجه، انت بتوقف في حتة استراتيجية، كل حاجة بتخرج منك مش جسدية بل قادرة على تحقيق استراتيجية أوسع مننا جدا، استراتيجية روحية في حياتك. مرة تاني يمكن بتكلم جمل مجعلظة أو التكرار بيعلم الشطار، لما بتقف في الخفاء انت والاب، لانك عايز حاجه علانيه بس انت مش بتلطش عايز ايه علانيه. خليني اقولك، انت وانا محتاجين استراتيجيته تماما. يعني ايه استراتيجيته؟ يعني ترتيبه، يعني الكعبشه اللي حاصله بسبب اعمالنا الجسديه او بسبب اللخبطه والدوشه والدنيا والدين والحياه والرايح والمجي وكل حاجه في حياتنا. تصور بقى لما يقوم داخل الأوضة بتاعتك ويخليها، يخليها ايه؟ مش بس مترتبة، مش بس بيرتبها، ده بيرتبها باستراتيجية، بيرتبها من أجل كل حاجة في حياتك تشتغل صح، بيرتبها من أجل استخدامك ودعوتك وكل حاجة في حياتك تبقى منورة للآخر. مش بس بيرتبها او يستفها، لا، ده بيرتبها باستراتيجيه اللي خلق في اليوم الاول والثاني والثالث، والنجوم والاقمار والارض والبزار والبحار والاسماك، الاستراتيجيه دي بتقوم معموله ليك. ليه؟ لانك بتقف في الخفاء انت وابوك، وابوك بيعرفك وجها لوجه ويقوم مطلع ده. ليه؟ لأنك وقفت وانت مدرك ان صلواتك وقفتك دي هي مش جسدية، هي ليها أسلحة روحية قادرة بالله على هدم. وخلي بالك الهدم بتاع الزراعة بتاعت إبليس هو اللي بيطلع البنى بتاع استراتيجية الرب. إن كنا نسلك في الجسد بس مش بحسب الجسد استراتيجيتنا. لما بتقف قدام الرب حرك أنهارك تجاه الرب في الخفاء، لأنه النتيجة أن الرب يحرك استراتيجيته على حياتك علانية. ممكن تبقاش فاهم كل حاجة على مستوى ذهنك المحدود، لكن أنت بترى بالإيمان الأمور بتتحرك بتترتب بتتستف للاستراتيجية بتاعت الرب وتحقيقها في حياتك. ومحتاج تراها بالإيمان، مش ترى فين 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 بقى بالظبط دلوقتي، فين بالظبط القصة؟ مش كده خالص القصة، ان ما لا يرى بيشكل ما يرى، والإيمان هو اللي بيخليك ترى ما لا يرى، ولأنك بترى ما لا يرى بيأتي علانية. لو انت مش بتشوف الروح، ما اقصدش بتشوف الروح يعني إعلان أو رؤية، ده موضوع تاني. لو انت مش بتشوف بالإيمان، مش إعلان ورؤية، بالإيمان بترى إن رب بيطلع استراتيجيته وإنت مغمض عينك ومش شايف ولا حاجة في حتى في عينين روحك، بس شايف بالإيمان في قلبك يد رب تتحرك باستراتيجية. ليه؟ لأنه وقفتك دي مش وقفة جسدية لكنها روحية قادرة بالله على صنع أمور، على هدم الكعبشة وخلق استراتيجية إلهية بيجازيك بها الرب علانية في ظروفك وفي حياتك وفي حروبك. أنا قلت كم مرة استراتيجية؟ كتير؟ هقول كمان. تيموساوس الأولاني، بالمناسبة في هذا الاجتماع من سنين طويلة، دي شهادة شهادها
اللي أنا هحكي عنه حالا. لأول مرة دخل هذا الاجتماع هو ما يعرفش الرب. ما يعرفش الرب يعني ما يعرفش الرب خالص. وأول اجتماع حضره كان هذا الاجتماع يوم الاثنين وهو ما يعرفش الرب خالص. وكنا بندرس للي فاكر أو اللي كان عايش وقتها في سفر التكوين. فاكرين لما كنا بندرس كتاب مقدس من تكوين للرؤية؟ أول اجتماع حضره كان سفر التكوين وكنا بنحكي عن الرب الاستراتيجي. وهذا الشخص سلم حياته في هذا الاجتماع لأن الرب استراتيجي، والكلمة اللي رشقت فيه بسبب خلفيته من التعليم ومن الدراسة ومن التفكير، الكلمة اللي لزقت فيه لو الرب استراتيجي أنا همشي وراه. فكلمة استراتيجية مش كلمة يعني تضايقك، دي كلمة روحية جابت شخص في يوم الأيام. هو خادم النهاردة مش فوستينا، هو خادم النهاردة بيخدم مش هقول تفاصيل. بس من هذا الزمن يعني هو سلم حياته في تكوين واحد واحنا بندرس، سلم حياته بسبب هذه الكلمه ان لو الرب استراتيجي زي ما بيتقال كده انا ممكن امشي وراه. أما سلم حياته في الاجتماع ده. تيموثاوس الاولى الاصحاح الاولاني، ربنا لذيذ بيستخدم اكتر كلمه متتوقعش انها تعمل حاجه. تيموثاوس الأولى الإصحاح الأولاني عدد 18، هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك. هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة، ولك إيمان وضمير صالح الذي إذ رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضا. أسلحة محاربتنا ليست جسدية، أسلحة استراتيجيتنا مش ضعيفة بل قادرة بالله لأنها روحية. أحد أسلحة استراتيجيتنا، مش هنعمل لستة النهاردة، ممكن أنت بقى تعمل لستة في البيت أسلحة الرب الروحية وتقرأ كتاب سلاح الرب الكامل أي حاجة. احد الاسلحه الاستراتيجيه هي كل نبوه وكل اعلان وكل وعد انت استقبلته في روحك عن دعوتك وعن مستقبلك وعن حياتك، بتقف بيه قدام الرب وبتحارب بيه بسلاح البر الى اليمين والى اليسار. بحب هذا المثل في كورنثوس، قال كده بسلاح البر الى اليمين والى اليسار. والمشهد بيبقى جوايا زي عارفين اللي بيشقوا طريق في غابه، بيبقى في اغصان كتيره بس معاك سيف اسمه سلاح البر، فبتقطع الى اليمين والى اليسار عشان تفتح لنفسك سكه. السكه دي انت مش بتضارب فيها الهوى، السكه دي انت بتشق النبوة اللي رب أطلقها والإعلان اللي رب نوره جواك، بتشق من أجل تحقيق هذه النبوة بسلاح البر إلى اليمين وإلى اليسار، بتقطع كل حاجة في السكة، بتهدم ظنون، بتهدم حصون، بتهدم تخيلات، كل علو يرتفع ضد النبوة، بتحارب في النبوة اللي على حياتك محاربة حسنة بإيمان وضمير صالح. لو رفضت انك تحارب بالطريقة دي بتنكسر سفينتك. ما هو في الخفاء امام الاب، والاب بيعرفك وجها لوجه علانية بيحصل، بس في الخفاء ده اسلحة استراتيجية، والاسلحة الاستراتيجية دي قادرة. الاسلحة الاستراتيجية القادرة دي كل نبوة وكل اعلان، كل نبوة وكل اعلان بتحارب فيهم محاربة حسنة بدون ما. فين النبوة؟ ما حصلتش لسه، ما حصلش الإعلان، ربنا قال لي من سنتين، ما حصلش لسه. حبيبي عارفين بعد حبيبي ايه؟ كملوها انتم.
لما بتدرك ان الاعلان والنبوة هي اسلحة ليست جسدية بس أسلحة استراتيجية قادرة بالله على هدم حصون، فبتمسك الأسلحة دي إلى اليمين وإلى اليسار عشان تشق في مواجهة ظنون حصون تخيلات وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. عارفين الآية؟ نرجع لها مرة تاني، هرجع لتيموثاوس بس أنا ما كملتهاش عشان أنا مش عارف ربنا عايزنا نوصل لغاية فين. كورنثوس الأول الثانية عشرة مرة تانية نرجع لها. هذا أربعة، أسلحة استراتيجياتنا ليست جسدية بل قادرة بالله. عندك إيه؟ حصون، ظنون، علو يرتفع وكل فكر. حصون، ظنون، كل علو يرتفع ضد ايه؟ فاكرين معرفة الله؟ معرفة الله دي مش انك تقرأ كتاب فتعرف عن ربنا. معرفة الله انه انت تعرفه، معرفة يعني التصاق زي زواج. عرف آدم امرأته فجابوا شيث، فده التصاق. وذكرك بالآية اللي عجباني في هذا الموسم في سفر التثنية، عرفه الرب. ربنا هو اللي عرف موسى، مش موسى اللي عرف الرب. ربنا عرف موسى وجها لوجه. كل علو بقى بيرتفع ضد المستوى العلاقة دي، شايفينها؟ كل علو يرتفع ضد ايه؟ ضد ايه؟ المعرفة دي. ففي أسلحة استراتيجية تخليك تهدم كل ظنون أفكار حصون وكل علو بيطلع في دماغ حضرتك ودماغ حضرتك ضد هذه العلاقة اللي هي وجها لوجه. عشان كده بتحتاج أسلحة استراتيجية إلى اليمين وإلى اليسار. هذه مين؟ ليه؟ لأنها قادرة بالله على هدم، لأنها استراتيجية. فقال له، أنا رجعت لتيموثاوس الأولى صح الأولاني، قال له حارب بالإعلان والنبوة على حياتك محاربة حسنة بدون شك، لك إيمان وضمير صالح. لو رفضت إنك تصدق النبوة والإعلان على حياتك بتنكسر بيك السفينة من جهة الإيمان أيضا. عدد 19، أسلحتك الاستراتيجية هو كل نبوة وإعلان للدعوة على حياتك. وعشان بس في ناس بتحب تقوم غسل ايديها زي هيرودس كده، انا ملزها، انا مش عارف الدعوه على حياتي ومغسل ايديه الدعوه على حياتك انك تقف قدامه. اوكي، بعضكم ما سمعنيش. الدعوه على حياتك انك تقف قدامه. انا مش عارف تفاصيل دعوتي، اهي التفاصيل، اقف قدامه. عايز تفاصيل اكتر؟ اقف قدامه في الخفاء. عايز اكتر واكتر؟ قدام ابوك. هي دي الدعوه. من الحته دي، من الدعوه دي، من الحته دي كل حاجه تاني بتحصل. انت ممكن تكون بتخدم اعظم خدمه ومش عارف لسه دعوتك، لان دعوتك مش المظهر الخارجي، دعوتك اللي بيحصل ما بينك وما بينه. دعوتك مش ميكروفون وستيج، دعوتك هو اللي بيحصل ما بينك وما بينه. فلو ما فيش خفاء، ما فيش علانية، والفي علانية وما فيش خفاء، فانت ايه؟ سنجون يرن. بلاش اقولك حاجة اوحش، فانت ناموسي فريسي، بتنقي الصفحة من خارج فالمنظر من بره حلو، والداخل في الخفاء ما فيش حاجة حصلة. انا اسف. فببساطة في نبوة وفي دعوة وانت بتحارب بيهم. تقولي النبوة والدعوة على حياتي هي مربوطة بدعوتك، مربوطة بامتداد الملك، مربوطة باستراتيجية الرب على حياتك، انك مش مخلوق عبثا، مش مخلوق بدون، مش مخلوق فوضوي، انت مخلوق استراتيجي. وده بيحصل لو وقفت بأسلحة استراتيجية الرب اللي هي قادرة،
اللي هي مش جسدية، مش بحسب قوتك الفكرية، اللي هي بتخلي ذراع الرب تتحرك وتقوم مستفة مرتبة، مش ترتيبة عادي كده مجرد رتب الأوضة، لا ده بيرتبها استراتيجيا لحياتك. سفر الخروج شكلنا لازم يتغير، ومش بتكلم على شكلنا الخارجي، أنا بتكلم على شكلنا الداخلي. خروج 17 شاهد، كلكم عارفين النهاردة مشاركة بسيطة، بس أنا شاعر بنعمة وبنار خاصة في هذا الزمن من أجل أنك ترمم المسبح اللي في الخفاء ما بينك وبين الرب. هقولها مرة تاني عشان فلتت من البعض، في نعمة في هذا الزمن أنك ترمم المسبح الخفي اللي ما بينك وبين الرب، لأن الرب عايز يجازيك باستراتيجيته علانيته. في نعمة، في قدرة نزلة، في معونة نزلة في هذا الزمن بصورة خاصة، لأن الرب استراتيجي، فقبل ما يبقى عايز ينزل نار بيرمم المسبح. فاكرين مين عمل كده؟ الرب استراتيجي، في حاجة قبل حاجة، قبل ما تنزل النار لازم المسبح يترمم، ولأن الرب عايز ينزل نار فبيسكب نعمة علينا من أجل ترميم المسبح الداخلي الخفي اللي في العلاقة وجها لوجه أنت والآب، فبيعرفك الآب فبيجازيك علانية. والموضوع مش عشوائي، مش بتضارب الهوى، مش بترفص. احنا بنرفص ليه واحنا بنصلي؟ عشان جايبين بالزبالة بتاعتنا، والموضوع ده والموضوع ده والموضوع ده. حبيبي خفاء، في الخفاء ده يعني متجيبش الزبالة، في الخفاء ده يعني انت وهو، في الخفاء ده يعني مفيش مواضيعك جايبها معاه، الخفاء ده انت واقف قدامه من اجل اسلحة استراتيجية، نبوة واعلان، حارب فيها المحاربة الحسنة بكل ايمان وضمير صالح. لو شكيت فيهم بتنكسر سفينة الايمان. خروج 17 قال موسى ليشوع عدد 9 انتخب لنا رجالا اخرج حارب عماليق، غدا انا اقف على راس التله وعصى الله في يدي. كلكم عارفين القصه، موسى فين؟ فوق الجبل. يشوع فين؟ تحت الجبل. فاكرين القصه وعماليق، وبعد كده فاكرين موسى تعب فايديه ابتدت تنزل، فيشوع بينهزم، فجاء حور وهارون سندوا ايدين موسى فانتصر وصنع الرب خلاصا، واستعلن الرب في هذه القصة بيهوى نسي الرب رايتي. أذكرك بالجزء الأخير عدد 14 قال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع فإني سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء. دي استراتيجية الرب. استراتيجية الرب، رب استراتيجي جدا انه سيمحو ذكر عماليق من تحت السماء. فبنى موسى مسبحا ودعا اسمه يهوى نسي الرب رايتي، قال اليد على كرسي الرب. يعني ايه؟ يعني الكونتراتو ده موجود في كرسي الرب. كلكم سمعتوني بقول في معنيين في الآية دي، ايد موسى المرفوعة لمس كرسي الرب، ففي كونتراتو بيحصل يمحو الرب ذكر عماليق. في حاجة تانية، أن إيد إبليس الممدودة على الشعب هي إيد ممدودة على كرسي الرب، فالرب يحامي. الاثنين موجودين في نفس الآية. بس أذكرك، هو موسى كان رافع إيده كده؟ الحقيقي موسى كان رافع إيد كده وإيد تانية ماسكة العصاية. موسى كان رافع ايديه كده بس كان في ايد منهم مش فاضيه، كان في ايد منهم العصايه. هي ايه العصايه؟ موافقك طبعا صح، هي السلطان. بس كمان العصايه في اول قصه ما بين الرب وموسى هي الوعود بالايات والعجائب، هو الوعد اللي قال له ارمي عصاك هتبقى حيه، امسك العصايه بتبقى دخل ايدك، وصنع معاه ايات وعجائب، قال له بعصاك هذه
افتح خروج 4 هتلاقيها، مش هنفتحها دلوقتي. بعصاك هذه انا اخرج شعبي من ارض مصر. بتحمل السلطان زي ما حضرتك قلتي، بس كمان بتحمل فيها نبوة الرب بالآيات والعجائب، فيها وعود الرب، ورفع موسى وعود الرب ووعد الرب بالآيات والعجائب والنبوة اللي على الخدمة دي، ورفع إيده والإيدين المرفوعين اللي ثبتوا. طب ده بيعمل إيه؟ خليني أقولها المشهد ده، احنا لان احنا متعودين وبنسمع وعظات وكنسيين وكل حاجه، فبتاع ابليس ممكن يجي لك، سيبك من موسى دلوقتي، ممكن يجي لك وانت رافع ايدك وبتقول وعود، يقول لك انت بتعمل ايه؟ مفيش حاجه بتحصل. ما حدش بيجي له ابليس يقول له الكلام ده. ابليس ممكن يجي يقول لك انت بتعمل ايه؟ رافع ايدك ليه اصلا؟ رافعها ربنا، ده كلام متدين بس في المحك في المحك في المحك، انت رافعها ليه اصلا؟ او انت بتعمل ايه بالعصايه مرفوعه؟ ما ايدك تقلت يا اخي. اسلحه استراتيجيتنا مش جسديه، بس أسلحة استراتيجيتنا اللي هي في الجسد منظرها إيد مرفوعة، منظرها عصاية مرفوعة، منظرها صوتك بيطلع النبوة والوعد ومن أجل الدعوة والنبوة اللي على حياتي، يا رب أنا بحارب إلى اليمين وإلى اليسار، وترك إن في سيف بتقطع في الطريق زي ما وصفته لك كده عشان تشق طريق. كل ده ضحك على العقول ولا أسلحة استراتيجية روحية؟ هي مش جسدية، هي روحية من أجل هدم حصون ظنون تخيلات وكل علو بيرتفع ضد معرفة الله. كتير بنعمل حاجات ملهاش منطق خارجي جسدي، تحس إنه إيه ملوش أي قوة الكلام ده، بس برغم ان احنا في الجسد لكن لسنا حسب الجسد استراتيجيتنا. موسى اللي رافع ايديه وبيقول يهوى نسي الرب رايتي، ورافع ايده بعصايه هنا وايده فاضيه هنا، دي مش جسديه، دي مش وقفه جسديه. لما بتقف في اوضتك انت مش بتضارب الهوا، دي مش وقفه جسديه. لما بتخش في الخفاء انت وابوك، دي مش موقف جسدي، ده موقف روحي باسلحه استراتيجيه قادره بالله انها تشق طريق من اجل علانيه تحصل في حياتك. وفي نعمه في هذا الزمن من اجل ترميم المسبح بتاعك اللي في الخفاء، اللي هو جنب سريرك، اللي هو في الكرسي بتاعك، اللي هو في الحته انت وهو مع الرب، اللي هو الحته اللي فيها بتخش دعم هارون وحور يدي الواحد من هنا والآخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس، فهزم يشوع عمليق وقومه بحد السيف. قال الرب اكتب هذا تذكارا سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء. هو ده التشريع، هو ده التشريع، هو ده اللي الكونترات، هو ده الاستراتيجية بتاعت الرب. الرب عنده استراتيجيات عايز يمحيها من تحت السماء، في حاجات عايز يمحيها من تحت السماء، بس بيدور على حضرتك في الخفاء. في حاجات الرب عايز يمحيها علانية، بس بيدور على قلبك في الخفاء. في اوكي، لو اقول جمل كده ابستراكت كده عامه الناس بتحس انها جمله، في حاجات، في سواد الرب عايز يمحيه من اسرتكم، في حاجات مكرره من امراض الرب عايز يمحيها من نسلك، في تكرار للسلب الرب عايز يمحيه من تاريخك، ده علانيه، بس بيدور عليك في الخفاء لانك مش هتضارب الهوى، لكن في استراتيجيه من الرب بتحصل لما بترفع ايديك، كمثال انك ترفع ايديك، بس بترفع بالنبوات، اذكرك بالنبوات تيموثاوس الاولى التي قيلت على حياتك لكي تحارب فيها. اسلحه استراتيجيتنا قادره بالله، النبوات دي قادره بالله
على هدم الظنون. والظنون دي بتيجي منظرها مش هتحصل، منظر البركه مش هتكمل، منظر مش عارف ايه، ظنون وحصون وافكار وكل علو يرتفع ضد معرفه الله في حياتك. انا بصراحه مش عايز اكمل كل جوايا، لان عايز نصلي ونختم. خلينا نرجع لكورنثوس عشان احرص ان انا اقولها. كورنثوس الثانية صح 10. أسلحة الاستراتيجية، الرب استراتيجي جدا. هادمين ظنون وكل علو عدد 5 يرتفع ضد معرفة الله، مستأسرين كل فكر إلى إيه؟ طاعة المسيح. هنا مش كلمة عن طاعة المسيح يعني انك تبقى ولد مطيع، وإن كان ده جزء من القصة يعني. إلى طاعة المسيح، إلى طاعة النبوة على حياتك، إلى طاعة الدعوة على حياتك، إلى طاعة كل كلمة قيلت واستعلنت جواك، إلى طاعة تصديقك لكل حلم روحي الرب حط جواك. وما فيش حلم روحي رب يحط جواك، سوري حيد صياغة الجملة، ما فيش حلم روحي أنت بتحلمه إلا وكان الرب حط جواك. في ناس تحلم تقول آه يمكن أنا بخطرف. ربنا ما حطش جواك التخيل عشان إبليس يستخدمه وإنت تستخدمه في الفاضي، في الفناء، في الغباء. ربنا حط جواك التخيل عشان تبصر من خلال التخيل أو ملكة التخيل أو قدرة التخيل أن ترى ما أحلام الرب ليك. معظمنا بالخطايا ولدتنا أمنا، فاستخدم التخيل في الفساد. ما أقصدش في الفساد يعني في الفساد، لكن في العالم يعني يقعد يتخيل حاجات، تخيل إنه عظيم مثلا. فأنا مش بتكلم إنك تتخيل إنك كل حلم روحي في امتداد للملكوت على حياتك هو حلم الرب حطه في حياتك. كل حلم روحي باستخدام الرب ليك، لو محوره استخدام الرب ليك هو مش الأنا، كل حلم فيه أنا ده مش من الرب، كل حلم فيه هو من الرب. طاعة المسيح هو تصديقك لحلم الرب ليك، طاعة المسيح هو تصديقك لحلم الرب ليك، وتستخدم أسلحتك الاستراتيجية من أجل أنك تحارب إلى اليمين وإلى اليسار من أجل حلم الرب اللي يحصل في حياتك. كمل معايا، أنا مش ده اللي أنا عايز أوصله. مستأسرين كل فكر، يعني كل أفكار ضد أن الحلم يحصل، بتستأسرها بأسلحة استراتيجية من نبوة وإعلان، بتحارب بكل كلمة على حياتك إلى طاعة المسيح. خلي بالك عدد 6، مستعدين أن ننتقم على كل عصيان. إمتى؟ متى كملت طاعتكم؟ طاعتكم دي اللي احنا عمال بشرحها، عشان كده شرحته بتفصيل شويه. لما بتصدق بطاعه حلم الرب على حياتك بتعرف تنتقم على كل عصيان ضد الرب حواليك. سلطانك على الاحداث، سلطانك على ارواح الشر مربوطه بان اسلحتك استراتيجيه. اوكي هرجع لورا، فقط نص الاجتماع. ليك في اسم يسوع سلطان على أرواح الشر. أوكي؟ أرجع ألف به. أعطانا السلطان أن ندوس إيه؟ حياة عقارب وكل قوة العدو، لن يضركم شيء. كم واحد بالإيمان البسيط ده شاف انتصارات على أرواح الشر؟ ما أفروض كلنا، مش كده؟ كم واحد بالإيمان البسيط ده في بعض أحيان ما عرفش ينتصر؟ أوكي، ما حدش
السلطان بتاعك بيزداد كل ما بتبقى استراتيجي وراء الرب، وكل ما بتستخدم أسلحتك باستراتيجية وراء الرب. في انتقام أعلى على كل عصيان متى كملت طاعتك في حربك الروحية الاستراتيجية. كل ده مربوط بإيه؟ أسلحة محاربتنا، فاكرين؟ ليست جسدية بل قادرة. الآية دي جاية من دي، الآية دي جاية من دي. 10-6 دايما بتيجي بعد 10-5. في بعض الأحيان بننسى، بنصور دي حاجة ودي حاجة، دماغنا ما بتشوفش الصورة الكبيرة. الصورة الكبيرة بتقول أسلحتك استراتيجية مش جسدية، قادرة بالله. الروح يعين ضعفاتك، يعلم ما ينبغي أن تصلي من أجله. أسلحتك روحية قادرة بالله. هذه الأسلحة بتحمل كل نبوة وكل إعلان بتحارب بيه في السماوات، في أوضتك لما بتخش في الخفاء قدام أبوك، وبترفض كل فكرة وكل ظن وكل حس مضاد هذه النبوة. وهي دي الطاعة، هي دي الطاعة، انك بتصدق الحلم للآخر، بتصدق الوعد للآخر، بتصدق الدعوة اللي على حياتك للآخر. متى كملت طاعتك في الخفاء؟ هنا مش بتكلم عن طاعة برة، انت ولد مطيع حبيبي برافو ادوله شوكولاتاية. متى كملت طاعتك في الخفاء بتنتقم على كل عصيان علانية، فبتنزل شغلك اللي فيه أرواح مضادة ليك، وتجد الأرواح دي بتخضع ليه؟ لأنك بتطيع في الخفاء. أولاد الله لازم يلمعوا، وعشان تلمع علانية لازم أبوك يعرفك في الخفاء. أولاد الله سلطان على حياتهم لازم يزداد، وعشان السلطان اللي في حياتهم لازم يزداد وينور علانية لازم في الخفاء يحصل. ما تزوغش، في وشوش قدامي بتقول لي مش هعمل بأمانة، في وشوش قدامي بتقول لي بس انت صلي لي. الآب عارفني بس هو عايز يعرفك ويعرفك، وعايز يعرفك، مش عايز حد يصلي لك، عايزك انت يعرفك، انت يعرفك انت وجها لوجه. ولما بتخش في الخفاء ده وجها لوجه انت وهو علانية، والانتقام على كل عصيان حواليك علانية، لان طاعتك بتبقى كاملة في الخفاء بكل نبوة وكل سلطان وكل ايد مرفوعة وكل عصاية مرفوعة ما بينك وبين الرب، والرب يشوف العصاية. انا عارف العصاية دي في ايدين الرب معلم عليها لازم تترفع. هقولها مرة تاني، في ايدين الرب معلم عليها لازم تترفع قدامه. ليه؟ لان لما بيراها مرفوع بيقول اه انا عارف الايد دي، انا علمت عليها. تقول ده كتابي، اقول لك اه ده كتابي، ده الرب عمل سمة على جباه الرجال اللي بيئنوا من اجل الملكوت، عشان لما يقفوا قدامه رب يقول اه انا عارف الوش ده، انا عارف الجبهة دي، انا علمت عليها. في ايدين متعلم عليها انها تترفع، في وجوه متعلم عليها انها تتراءى امام وجه رب، لان رب اول ما بيشوفه بيقول انا عارف الوش ده، انا عارف الايد دي. ليه؟ لان مقاصد الرب ان اولاده سلطانهم علانية ونورهم علانية بيزداد. الروح نشيط، رومية 8 ايات كلكم عارفينها، الروح يعين انا قلتها حقيقي، الروح يعين ضعفتنا لسنا نعلم ما نصلي لاجل ينبغي. الروح نفسه يشفع فينا بانات لا ينطق بها، الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح بحسب مشيئه الله يشفع في القديسين. روح معايا لرساله يهوذا. عارفين رساله يهوذا؟ انا بختم رسالة يهوذا. كنت هلعب معكم وقول الإصحاح التاني،
كل يعرف رسالة يهوذا يعرف ان فيش صح تاني. عدد 20 هو صح واحد. اما انتم ايها الاحباء فابنوا انفسكم، اما انتم ايها الاحباء فابنوا انفسكم على ايمانكم الاقدس مصلين في الروح القدس. الروح يعين ضعفتنا، الروح نشيط. يسوع انتصر، كان استراتيجي. يا ما ناس سهرت في ليلة مش محتاجين يسهروا فيها وناموا في ليلة محتاجين يسهروا فيها. هقولها مرة تاني. يا ما ناس سهرت على الفاضي ويا ما ناس نامت في ليلة سهر. يسوع استراتيجي، ففي الليلة الاستراتيجية اللي هم سهروا هم ناموا، فهم ناموا في الليلة الغلط. وكان المفتاح الروح نشيط، لأن الروح يعلم ما هو الاحتياج فيشفع استراتيجيا، لأن أسلحة محاربتنا هي روحية، هي مش جسدية، بتطلع حاجة استراتيجية لتتميم وللتحكم على كل عصيان، تنتقم على كل عصيان. ليه؟ متى كملت طاعتكم للروح الساكن فيك اللي بيخليك تسهر ليلة سهر استراتيجي وبيخليك تنام في ليلة راحة، بس ما بتبقاش متكعبش، بتبقى استراتيجي. ياما ممكن تسهر ومفيش حاجة محددة قدام عينيك، بس تسهر في وقت استراتيجي قبل ما تحصل أي حاجة. ياما تسهر بدون ما يكون في سبب في ذهنك واضح، وتجد نفسك سهران والروح القدس سهران فيك، وبتقف وأسلحة محاربتك مش منطقية لكنها استراتيجية. ده إيمان بسيط. متى كملت طاعتك للروح اللي متحرك جواك الذي يعلم ما هو الاحتياج في أم سهرك في ليلة ما فيش حاجة محددة؟ أنا سهران ليه؟ أنت سهران ليه؟ أنت فيا سهران ليه؟ أنت مش شرط تكون فاهم، فعلها تبقى فاهم فعلها مش فاهم، بس بتوقف قدام الرب لأنه أسلحة استراتيجية مش بتضارب بيها الهوى. متى كملت طاعتك بتنتقم في الزمن على عصيان، ويا ما تنام في ليلة الدنيا حواليك فيها هيجة. ليه؟ لأنك حسمت باستراتيجية قبل ما الليلة تيجي. يسوع نام في المركب وهي بتغرق. أنت كويسين؟ ممكن تنام في وسط العاصفة ويبقى ده مشيئة الروح، لأنك سهرت في يوم قبل كده وما كانش في عاصفة بس كان هو اللي مسهرك، فتبقى مطمئن جدا في وسط العاصفة لأنك استراتيجي جدا من قبل ما العاصفة تيجي. ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس. أفسس 6، أنا هختم بالآية دي. أفسس 6، عارفين أفسس 6؟ سلاح الله الكامل، مش هنحكي عنه، كلكم عارفينه. المفروض جيبوا أي كتاب روحي هتلاقيه بيتكلم في القصة دي. أفسس 6:18، مصلين بكل صلاة وطلبة. مصلين، أي امتياز إنك تصلي. مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح. عارفين إنه مفيش صلاة مش في الروح؟ الصلاة اللي إحنا بنقوله في الجسد ده دي اسمها صلاة. في صلاة وفي صلاة. الكتاب المقدس عنده صلاة واحدة في الروح. كتير اللي احنا بنعمله بيبقى سلطه فعلا. ليه؟ لان بنجيب كل حاجه نقلبهم مع بعض مع زيت وخل، دي اسمها سلطه، دي اسمها سلطه. فانا جايب ذبيحه على جايب شكوى
على جايب مش عارف ايه، على جايب ايه، وبقلب الكل يسمع صلاته. في المقابل كتاب مقدس لما بيحكي زي ما انت شايفين كده، ومصليين في الروح، يهوذا مصليين في الروح، كورنثوس مصليين في الروح، القصة كلها محاربين في الروح، القصة كلها انك مولود من الروح، بتتملي بالروح، بتسلك بالروح، وبتتمم دعوتك بالروح. ما فيش اوبشن انك تعمله في الجسد. عشان كده بتخش في الخفاء عشان تبقى في الروح. عشان كده مش بتصلي اول فكرة تخطر في دماغك، عشان انت لازم مصليين في الروح. لو صليت بحسب دماغك هتعمل سلطة، لان دماغنا كتير، ما اعرفش عنك، دماغنا كتير بتبقى سلطة بكل حصل في البيت ولا حصل في الدوشة ولا حصل في الشعب ايه وحصل ايه. هي دي السلطة. عشان كده بتخش في الروح مصليين كل طلبة وصلاة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه. ما اعرفش فاهمين بولس بيقول ايه. بيقولك ببساطة هذا الامر محتاج تسهر له، انك دايما في كل وقت بتصلي بكل صلاة وطلبة في الروح دايما. ايه الاخبار بتاع دايما دي؟ في كل وقت، وانك تسهر لهذا بعينه. ايه الاخبار؟ اقولك جملة بايخة، لما هتروح النهاردة بالليل هتعمل ايه؟ ما هو سهل، هنصلي بعد الكلمه بعد ثانيتين وهنرفع ايدينا واشرف هيطلع ويرنم واحبك. ده مش في الخفاء اصلا، ده علانيه القصه. لما تروح النهارده بالليل هتعمل ايه؟ قدامك كذا اوبشن. ايه اخبار بقى؟ كل وقت بكل الطلبه وصلاه في الروح. هو النهارده بالليل ده تبع كل وقت؟ وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ومن أجل الملكوت، لأجلي لكي يعطى لي. يعني بولس بيتكلم عن امتداد الملكوت، عن الدعوة، عن القصد. وبالتالي ببساطة في ترميم، في قوة لترميم المذبح اللي في الخفاء، اللي فيه أسلحة استراتيجية بتتحرك بسبب كل نبوة وكل إعلان على حياتك، عشان الرب يقوم غير الفوضى والكعبشة وعدم الترتيب إلى استراتيجيته حواليك علانية. فتحصل، تحصل في شغلك، في بيتك، في صلواتك، في سلطانك، في إمهانك وفي ظروفك، لأن رب استراتيجي وعايزك يحطك في المكان ده. مش بتضارب الهوى بصلاة الصلوات، لكن مصلي في روح بكل نبوة وبكل وعد، بتشق بيه طريق بسلاح البر إلى اليمين وإلى اليسار من أجل امتداد الملكوت على حياتك. ففي حاجة أسلحة استراتيجية قادرة، مش جسدية، عبارة عن نبوة وإعلان ودعوة. وإوعى تشك، إوعى تشك فيها، لأنك لو شكيت فيها بتتكسر سفنتك. رسالة تيموثاوس الأولى اللي احنا قريناها. أمين.